22 ألف كمامة طبية و2000 لباس واقي تم إنتاجها بمبادرة من جمعية جزائر الخير بالجلفة في إطار العمل التضامني لمواجهة فيروس كورونا. كانت هذه المبادرات أننا نصنع كمامات، نساهم في الوقاية، نساهم في التوعية، نساهم في صنع هذه الألبسة الواقية. المبادرة في مرحلتها الثانية أخذت على عاتقها إنتاج كمامات طبية لفائدة فئة الصم والبكم، إلى جانب ألبسة وقائية لمصالح الأمن والحماية المدنية والعاملين في السلك الطبي. هذه ليكوبيليزون درناهم معقمين وطبيين باستشارة لجنة طبية خاصة لشتى الفئات. بما يخص الكمامات وضعنا شيء آخر لذوي احتياجات الخاصة، دي ماسك سبيسيال باش يقدروا يتجاوبوا مع بعضهم البعض. العمل التضامني يتواصل خلال الشهر الفضيل ليتجاوز توزيع قفة رمضان وتقديم يد العون للمحتاجين إلى المساعدة على مواجهة وباء كورونا بتصنيع الكمامات والألبسة الوقائية.